واحد اللي بيشتري بس شوفه يا القيمة الفلة. طبعا هذا قلك العظم يفرق، هذا عتب جاهز شوفوه، كل العتاب بالفلة عتب جاهز شوفوه منكسر الحين يا جماعة الخير. لا قلنا لكم ما في فرق بين العتب الجاهز واللي صب الموقع هنا، شوفوا هذا مقوس من هنا، شوفوا البلك ما في تربيط، يعني شغل الظاهر 70% مشغل الفل كله كذا. مشكلة سوق البناء والبيع دخل بو كل دخل بالسوق، اللي يعرف واللي ما يعرف، يعني هنا اجتمع واحد اللي بيبيع شوفوا كيف العتب، حاطن أخشبة علشان يثبت العتب، يعلقوا من هنا حاط النظام ما ادري وشو، يعني لو فكيت هذا بيتشطب كله. ما ادري يعني هو استهبال هو استغفال، هذا معلق شوفوه، يعني هو بس يحتري ليس ويمشي وبيرفد باب الخشب. اتقوا الله يا جماعة الخير، شوفوا الملك لا تربيط ولا شيء. موضوع الغش بشكل عام، يعني المهندس التركي الحصيني تكلم على انه 70% من الاشياء الموجوده في السوق مغشوشه، وهذه ايضا في مقالات اكثر من مقاله نقلت نفس المعلومه الرقم 70 70. اقول احنا عندنا غش يصل 70%؟ وشيء مسي على المهندس تركي، من ابدع المهندسين اللي نتعلم منه عمليه الاشراف والتنفيذ، يعني حقيقه كثير من الناس استفادوا منه، فالله يجزاه خير على ما يقدم. فعلا شوف احنا مشكلتنا هي نفس المبدا، حتى العقاري ترى يمارس ما يمارسه المواطن العادي. انا والله قاعد مع عقاري وانا ماسك الصيانه عندهم، يقول لي يا مساعد اللي يبونه سووا لهم. قلت ليه يا شباب؟ قال لي يبونه. قلت ما فهمت عطني. قال ميزانيه مفتوحه. يقول انا كنت اوقف على التريلا واقول له كوب كوب كوب، يقول انا اقول لك اياه بس ابري ذمتي زي لهم اللي هم يبون. قلت ابشر طال عمرك. فحنا نمارس العقاريين الكبار اللي عندهم بعض الاحيان شركات يمارسون نفس المبدا. لين تطورت العمل وبدوا يفهمون شوي وبدت تدخل عمليه الهندسه في الموضوع، والناس يعني الشركات العالميه يعني بعض الشركات حتى لو المحليه، مو بلازم اجيب انا واحد اشكر علشان يسوي لي بيتي باسلوب جيد، لكن لابد يكون في بروسه، في اليه، في مساله التنفيذ، مساله مصمم جيد، منفذ جيد. اكثر الغش وين يصير؟ كل شيء، مواد البناء يغشون فيها، الملابس تتغش فيها، كل شيء يغش فيها، السوق مفتوح. تدري اسبانيا لفيتها لف يوم كنا نبي نستثمر فيها، لقيت اغلب سوقها مغشوش. والله داخل مستودعات على حدود مدريد مسكت راسي، اشوف صينيين وسيارات صينيه وبضائع من أسوأ البضاعة الموجوده في الصين. لكن وين وين الجيد؟ المواطن يقرا ويشوف اللي هو يبي قبل ما يشتري، تلقاه يحك حك حك حك. لذلك هيئه المواصلات السعوديه وسوت قالت شوف انا بجيب لك المنتج ذا وبحط لك بطاقه. الحين بطاقه سياره وش مكتوب عليها؟ مكتوب عليها بطاقه كفاءه الطاقه. سياره تشتريها مكتوب سيء جدا، تقول طيب ورا ما رفضوها؟ لا، هو هيئه المواصلات شو يقولوا لك؟ يقول ترى بنزينها سيء جدا، تبي تاخذها خذها بس تتحمل المسؤوليه، تتحمل المسؤوليه، اعرفها. هي هذا المبدا اللي قاعد يصير الان بهيئه المواصفات في مساله التشريعات. ببين لك المواصفات وتاكد وزاره التجاره تدخل على المحلات وتتاكد ان البطاقه هذه مطابقه لما هو داخل هذا الكرتون. انا اذا طبقت ما لي علاقه بمساله انه انت تشتريه رخيص وهو ما تعتقد يشتغل مثلا كذا، هذه ما هي بشغلتهم، هي شغلتك انت. في ظاهره يعني موجوده وخاصه في السنوات الاخيره اللي يقول لك احنا بنروح للصين. نعم، يروح للصين ويتقضى ويضبط اموره ويجيبها، يقول لك مواد افضل وارخص. انت هالظاهره انه احنا نروح نتقضى من الصين علشان نوفر، مع او ضد؟ انا رحت وصرت تاجر بعدها. هي اعتمد مني بيروح. انا رحت شريت لمبات البيتي والاستراحتي، ففعلا لقيت هي المشكله ليست في عدم توفر الشيء او غلاته او رخصه، هو عدم توفر الخيارات او البدائل. لذلك قررت اني اروح واشري شيء يجوز لي، لانه تعرف يعني انا احب الديكور وذا، وكل واحد وذوقه. رحت شريت فركبت ببيتي والباقي بعته على اخوياي، يعني العرق دساس شوي. فجاز لي الموضوع، فشوي شوي دخلنا بالتجاره. فاللي عنده شغف في مساله البحث وهذا يروح. احنا نتكلم، احنا ما نتكلم على تجاره، احنا نتكلم على واحد بيبني. انا وش اقول لك؟ هل هذا خيار اني انا اروح اخذ مواد من الصين خيار صح ولا غلط؟ شوف بعض البنود ما تقدر تاخذها، يعني تبي تاخذ بلاط نقص عليك مترين، وش تبي تسوي؟ احنا يجونا ناقص مترين زائد مترين، حزام مكسور ما ادري ايش، طيب وش تبي تسوي بعدين؟ الا انك تاخذ صنف واحد وتعممه على البيت كله.
أنا معك، بس ترى شوف في بعض المنتجات موجودة في السوق أنا وقفت عليها وقد استوردتها سابقا أرخص، السوق أرخص. مو بالضرورة الصين أرخص. مو بشرط، لأنك ما أنت بواصل للمصانع اللي تبيعك جملة، يعني تبي توصل للمحلات.